أهلا وسهلا بكم في سلسلة بودكاست ربط البحث الاجتماعي بالمجتمع. أنا معكم ساري حنفي، مدير البوابة الإلكترونية حول الأثر الاجتماعي للبحث العلمي حول ومن العالم العربي، بوابة أثر، وأنا أستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت. يسرني أن أقدم هذه السلسلة والتي تتناول كل حلقة مقابلة مع باحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية يعمل في العالم العربي أو حوله ولديه مسار بحثي مثير للاهتمام ومشارك بالمناقشات العامة. تم اقتراح هذه المدونة الصوتية من قبل بوابة أثر، وهي جزء من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ومركز الدراسات العربية والشرق أوسطية، وكلاهما في الجامعة الأمريكية في بيروت، وبالتعاون مع مركز فاعلون في الجزائر والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. يسرني جدا اليوم أن أستقبل الزميل الدكتور محمد حصحاص. شكرا جزيلا دكتور سعيد. محمد حصحاص هو أستاذ مساعد مؤهل بقسم التاريخ والعلوم الإنسانية والمجتمع بجامعة روما تور فرغاتا الحكومية، ومحاضر بقسم العلوم السياسية بجامعة لويس الدولية بروما، وهو أيضا باحث ملحق بمركز دراسات الشرق الأوسطية ببرلين، وكان أيضا في الحقيقة زميل بعدة مراكز هامة في أوروبا، منها جامعة كوبنهاجن، تولبروغ بهولندا، جامعة أكسفورد، وباليرمو بجزيرة صقلية، إلى آخره. محمد حصحاص حصل على دراسته الأولية في العلوم الأدب والثقافة باللغة الإنجليزية من مدينة وجدة، ومن ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لويس الدولية بروما. في الحقيقة ماجستيره كان بالدراسات الأوروبية، يعني تحول من الدراسات بشكل عام الثقافية إلى العلوم السياسية، ولكن بشكل هام بشكل مهم في الحقيقة هو موضوع الدكتوراه تبعه يلي حول فكرة الإسلام الأوروبي، والذي نتج عنا مجموعة مؤلفات سنتحدث عنها فيما بعد. صباح الخير محمد. صباح الأنوار، وسعيد جدا بهذه المقابلة. عزيزي، خليني أبدأ، وبهمنا كتير نعرف علاقة سياقك الاجتماعي الاقتصادي السياسي باختيارك للعلوم الإنسانية في الحياة وبعدين الاجتماعي. كيف، وين ولدت محمد؟ ولدت في قرية اسمها مستقمار شرق المغرب، هي قرية تتكلم احدى اللهجات الأمازيغية القريبة جدا للعربية. اي سنة؟ سنة 1984 في 2 مارس الربيع. وكبرت فيها إلى غاية، درست 3 سنوات بالقرية، وكنا بعيدين عن المدرسة، يعني مشوار طويل للوصل للمدرسة مشيا. وبعدها الوالد كان في التعليم آنذاك في مدينة بعيدة، فكنا نسكن مع الجد رحمه الله. وبعدها من السنة الرابعة ابتدائي انتقلنا للمدينة، أقرب مدينة حيث انتقل إليها الوالد، وسكننا بها لمدة 25-27 سنة. وما يميز هذه المرحلة أنه كبرنا في وسط مؤسسة ثانوية عامة، الوالد كان في التدريس بعدين أخذ منصب إداري مقتصد آنذاك، كان يسمى مهتم بالشؤون الاقتصادية للثانوية. فكبرنا في المحيط التربوي هذا، وكنا نرى كتلاميذ صغار وكأطفال
تلاميذ الثانوية، وكنا نزور الأساتذة، أصدقاء الوالد والمكتبة، فعشنا فيها الأجواء التربوية، وأخوالي كذلك عدد منهم في التعليم، فننتمي لأسرة تعليمية. بس ولكن هذا لا يفسر لماذا لم تكن أستاذ في الكيمياء أو الرياضيات، لماذا توجهت لا في الحقيقة والدي كان أستاذ للفيزياء، وكان يريدنا أن نكون علميين. فللأقدار أو كلنا نتوجه لأدبيين، فعكس ما كان يريدنا أن نكون علميين، فتوجهنا للدراسات الأدبية من الثانوي، ودرسنا كذلك اللغة الإنجليزية كلنا أربعة، اثنين ولدين وبنتين، فكلنا تخرجنا في الثانوية، وأنا والأخت الكبرى عملنا دراسات أدبية ثقافية في الجامعة بوجدة شرق المغرب، جامعة محمد الأول، باللغة الإنجليزية. فهذا هو كان المسار الأولي. وجدة معروفة على الأقل لإلي بأن مدينة صوفية بامتياز، القادرية والبوشوشتية. هل أثرت في إطار صوفي أثر عليك، أثر على في تلك المرحلة لم أكن أعي وأعرف هذه المسائل في الحقيقة، يعني في مدينة بركان ونواحيها هذه. ولكن وجدة عموما تسمى مدينة المساجد، وفيها حركة وقفية مهمة، وأنا ذاك لم صغير، وكان الوالد متخوفا، كان الإسلام السياسي في أوجه، فالوالد في الحقيقة كان متخوفا عن أن ننتمي إلى أي حركة، ولكن أنا شخصيا كان عندي اهتمام شخاص، يعني منذ صغري بالجوانب الروحانية والدينية عموما في هذه المرحلة. واهتمامي بالكتاب في الحقيقة كان عن طريق أخي الأكبر اللي كان يسبقني فقط بسنة ونص، وكان يحضر الجرائد وبعض الكتيبات الصغيرة، مثلا منشورات الزمان، كانت تبسط بعض الأفكار الكبرى في كتيبات صغيرة بثمن مقبول، فكان يشتريها، وكانت هذه البداية الأولى، منتصف وأواخر الثانوي، بدأت يعني المصطلحات الكبرى، الحداثة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، وبعض الأسماء الفكرية العالمية ولا وطنية أو محلية. فآنذاك أتذكر هذه دائما، ماشيا للثانوية لدراسة الإنجليزية، قلت ماذا أريد أن أكون، حوالي سن 15، يعني بداية الثانوي، وقلت أولا سأهتم بالإنجليزية. ربما كنا سمعنا عن بعض من أبناء القرية درسوا الإنجليزية في الحقيقة قبلنا، كانوا يكبرون بربما 5 سنوات إلى أو كذا، فقلنا ربما هذا مسار يفتح آفاق لاحقا. فهكذا بدأت البداية باللغة وعن طريق اللغة. يعني أكيد اللغة الإنجليزية لشخص موجود بالمغرب وبلد فرانكوفوني آنذاك في الحقيقة يعني انفتاح بحد ذاته، يعني هو قرار أنك تريد أن تقرأ أشياء لم يقرأها كثير من الناس اللي حواليك، بالضبط. أليس كذلك؟ بالضبط. في العائلة كنا يعرفون، تسمى العائلة الإنجليزية، يعني كنا 4 أو 3 في البداية، وبعدين الأخت الصغرى كلنا أردنا تخصصنا في الإنجليزية، وكانت بدايات هذا الجيل الأول ربما الذي يدرس الإنجليزية في العائلة، وحتى في بدايات الاهتمام بالإنجليزية في المغرب. في المغرب عموما. ولكن ربما سأستبق بعض الأشياء، بعد تخرج، بعد الثانوية العامة تسموها يعني البكالوريوس، كان المسار لا الثانوية العامة ما مسميها بكالوريوس، بكالوريا مسميها بكالوريا، بكالوريوس بي اي اي الإجازة.
فكان واضح، كان كنت أتمنى لو كانت عندنا شعبة الفلسفة بالإنجليزية لدرست الفلسفة، أيوة. ولكن لم يكن هذا متاحاً. أيوة. فبقيت في دراسة الأدبية والثقافية، من خلالها بقيت دائماً أتابع في المصاريف التي الوالد يخصصها لنا، كنت دائماً أشتري بها الكتب باللغة العربية بالإضافة إلى الإنجليزية. وفي الحقيقة بهاي المرحلة اللي صار في تطور عالمي ب للكريتيكال ليتراري ستاديز، يعني كيف مع إدوارد سعيد، وفي الحقيقة هي قبل إدوارد سعيد، ولكن وصلت لمرحلة مهمة جدا مع الدراسات ما بعد الكولونياليين، واللي أصبح قسم الأدب الإنجليزي هو قسم غير مؤدب للمجتمع، يعني بمعنى يثور ناقد ويثور بالمجتمع. بالضبط، كأنك تقرأ المسار المداري الخاص. في الحقيقة أولا هذه المرحلة ستأتي بعد 4 سنوات، فأنا قضيت في جامعة محمد الأول كانت بتفوق، وكنت على أول دفعة من الثانوي. بعد 4 سنوات فتح، أو كان قد فتح قبل سنتين، ماجستير في الدراسات الكولونيالية وبعد الكولونيالية، وكان هذا فتح مهم في الشعبة آنذاك، لأن أول مرة في تلك المنطقة يفتح وتغطي كل شرق المغرب وآنذاك الشمال، يعني الريف أو الجنوب، يعني بعرفة و في جيج إلى آخره. فكانت شعبة تضم عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون الإنجليزية، فصادف أنه كنا نقرأ هذه النصوص، ولأنه كان عندي اهتمام، كنت أريد أن أعرف كيف يفكر المثقفون العرب، وهذه بداياتي أواخر ثانوي وبداية سنوات أولى الجامعية. وصادف هذا الاهتمام غير الموجه، يعني كان خصص في التوجيه، تحاول أن تقرأ، إما بدأت عن طريق ما كان أخي يحضره ولحسن الصدف من السنة الأولى والثانية جامعة كان هناك فريق بحثي وجامعي مكون من أساتذة مهمين نشيطين، بعضهم كان درس في أوروبا، بعضهم في المشرق، كانوا 3، ولي لحد الآن علاقة جد طيبة مع 2 منهم. كانت لهم مجلة المنعطف باللغة العربية، وكان يكتب فيها مفكرون عرب ومغاربة كبار، يعني فأعجبنا بأنه في شعبتنا هناك أستاذ خرج من الدراسات الإنجليزية المحضة والآدابية التي تبدو بعيدة، يعني ندرسها ولكن بعيدة عن ما يخص المجتمعات العربية، ولكن هذا الأستاذ ومادة، ولو كنا في الإنجليزية ولكن كانت عندنا مادة الفكر الإسلامي باللغة العربية، فهذين الاثنين كانوا يعني يجعلون العالم قريبا إلينا إذا ما يخص ما يخصنا نحن. فقلت والله هذا ما نبحث عنه، يعني عوض أن تقرأ فقط تاريخ الدراما وشيكسبير والأدباء المعاصرين، هذا جميل جدا، تنفتح على الأدب العالم، ولكن هذه بداية أخرى. وهناك في هذه المرحلة السنة الثانية أو الأولى أو آخر الأولى تم ذكر أسماء كبرى، مثلا إدوارد سعيد وطاعة عبد الرحمن، إقبال قبلهم، وعلي عزت بيغوفيتش، هذه كانت يعني الأسماء الكبرى طبعا. الأولى فهناك شلة، مجموعة من الطلبة أصبحوا يتحومون حول هذا الأستاذ، خاصة باللغة الإنجليزية، ومطلع على الفكر العربي ويكتب مقالات بالعربية، ولا آخرة لاحقا عرفنا أنه يكتب بالعربي ونشيط إلى آخره. ونظموا ندوة أحضروا فيها بعض مفكرين العرب بالجامعة سنة 2005، فكان هذا حدثا مهما لنا، فلم نعد نحس آنذاك، خاصة يعني أنه ندرس الإنجليزية فقط لكي تصبح فقط ربما مدرسا للإنجليزية منعكفا، لا نحن ندرس الإنجليزية ولكن مرتبطين بما يقع بهم فكري معين. نعم، فهذا كان مرحلة جد مهمة في حياتي الخاصة، يعني
وهذا الربط بقي، وهو ما لأحداث معينة عندما يعني حالتي أتابع دراستي بأوروبا نفعني جدا هذا الباك جراوند، يعني هذه التشكيلة باللغة، الاهتمام بالإنجليزية والدراسات الإنجليزية ودراسات البعد الكولونيالية ونظرتي للغرب والتاريخ العربي والغربي والعلاقات إلى آخره، كانت مرحلة جد مهمة. خليني أنتقل الآن لمسارك المهني والفكري، وأنا كما تعرف قارئ لك، وخليني أقول كيف أنا بموضعك بالحقل الفكري العربي. هو اشتغالك على موضوعين أنا برأيي رئيسيين ياريت نتوقف عندهم. أول شيء أطروحة الدكتوراه تبعك عن فكرة الإسلام الأوروبي، واشتغالك على طه عبد الرحمن، خليني أقول اشتغالك النقدي على طه عبد الرحمن. فيك تحكي لنا شوي عن كتابك اللي طلع براوتلج بعدين بعنوان The Idea of Political of European Islam، وبعدين بنحكي على طه. تفضل. نعم، في هذه المرحلة الجامعية الأولى بدأنا نقرأ طه عبد الرحمن مع آخرين، يعني فأولا كان صعب الفهم حتى اللغة أنا ذاك، لأنه لم نكن في الدراسات الأدبية العربية إلى آخره، فكان ولكن طبعاً أنه مختلف يعني في طرحه والحجاج وطريقة الكتابة. ولما التحقت بمنحة من المفوضية الأوروبية لعمل ماجستير ثاني بروما، همني هذا الموضوع الإسلام الأوروبي أو الإسلام في أوروبا آنذاك والهجرة إلى آخره، فبدأت أقرأ أدبيات الكبرى التي كتبت من منتصف الثمانينات تقريبا إلى بداية 2010، فظهر لي أن أغلبها إن لم يكن كلها هي دراسات سوسيولوجية أنثروبولوجية، هي مهمة لأنها تدرس ظاهرة اجتماعية جديدة في أوروبا طبعا، وهناك كذلك طغت نظرات العلوم السياسية أو الأمنية للمقاربة الأمنية لدراسة المهاجرين إلى آخره. ولأن وحدة الدراسات التي انتميت إليها في دكتوراه كانت النظرية السياسية، فقد ساعدني هذا إلى أن كنت مهتم أصلا بما هو نظري، فبدأت أقرأ المفكرين أو الفلاسفة العرب والمسلمين المعاصرين لأحاول أن أقرأ هذه الظاهرة من منظور نظري، لأنه كان هنا وهناك خصاص، يعني كل المقاربات إلى حد الساعة كانت من سوسيو اجتماعية. فوجدت أن طه عبد الرحمن يقدم نظرة أخلاقية صلبة من داخل التراث، فحاولت أن بقراءة كما قلت أنت كذلك نقدية، يعني تحاور الآخر بمصطلحات الآخر، نستعمل بين زوجتين الآخر، لأنه الآخر والأنا أحيانا صعب أن نميز بينهما. وأنت الذي ناديت بكتابك هرمونيتك التيريتي إذا بتذكر، يعني آخرية تأويلية، بمعنى الآخر دائما هو جزء مننا وبنفس الوقت. نعم، وهذا مصطلح أخذته من حتى مثلا دباشي يستعمل في أحد كتبه، حميد دباشي أقصد. فوجدت أنه يقدم نظرة تعكس النظرة الإسلامية للعالم وللأخلاق، وهو ما كان بعض
الكتاب المسلمين الجدد في أوروبا يحاولون أن ينظروا له، ولكن لم يكن ذلك بالإمكانيات النظرية الفلسفية المطلوبة، فلذلك وجدته الأنسب من بين المفكرين المسلمين المعاصرين. وفي مقارنة مع استعملت كذلك جون رولز الأمريكي لفهم صاحب الرحمن أيضا، وأين يمكن أن نستعمله في النظرية السياسية، وكيف يمكن أن نفهم الحوار أو السائر في السياق العلماني الغربي بين المسلمين، انطلاقا من كاتب مفكر خارج السياق الأوروبي، أقصد طه عبد الرحمن من المغرب، ولكن فيه هو حوار فكري يخرج عن الحيز الجغرافي فيه. فإجمالا أظن أن الكتاب الآن صدرت له مجموعة من المراجعات، وأنا سعيد أنه يعني مهم في هذا الحقل، حقل دراسات الإسلام والمسلمين في أوروبا، وصدرت لهم مراجعة كذلك بلغات أخرى غير الإنجليزية، بالعربية نعم وبالفارسية وصلني، ودعيت لأن أتحدث عنه في 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 في, في سياقات خارج السياق العربي وخارج السياق الأوروبي، مثلا في السياقات الإسلامية الأخرى، فمعنى أن الكتاب يعني متاح ويساهم في النقاش، يساهم في النقاش. هذا اولا. الموضوع الثاني ربما المشاركات التي اظن انني حاولت ان اساهم فيها هو قراءة المفكرين العرب بالاساس باللغة الانجليزية. فانت كما تعرف في الدراسات اللي تسمى Middle Eastern North African Studies أو Arab Studies، هي في إنتاجات كثيرة جدا ضخمة، ولكن مع ذلك هناك خصاص كبير في الكونتينيوتي، في المتابعة، في الاسترسال في دراسة الفكر العربي والإسلامي، فعوض أن ما عدا المجموعات الأنثولوجيز، مجموعات المحدودة التي تدرس بعض المفكرين المعاصرين الذين يبدون مؤثرين أو على الأقل معروفين، ليست هناك كتب تتابع أفكارهم أو تدرسهم فرادى، ليست هناك مونوغرافس يعني كتب تخص لا نقول حسن حنفي أو العزم أو طيب تيزيني أو مع كل أسف دائما لما نحكي على أنه بدنا ترجمي منفكر بأنه كيف بدنا نترجم كتاب الغرب لإلينا، وليس أن نترجم إنتاجنا المعرفي إلى للإنجليزية وإلى آخره. بالضبط. فلو برغم من الإمكانيات الموجودة أو ما يقال عنها الإمكانيات الموجودة الكبيرة في الجامعات الغربية التي تدرس العالم العربي والإسلامي، ولكن هناك ما يزال هذا الخصاص كبيرا. فانطلقت اولا من الجابري، محمد عبد الجابري، ولم اجد اي مونوغراف اي كتاب خاص عنه جماعيا مثلا بالإنجليزية، فقلت لازم نعيد نجمع المجموعة العلمية في الغرب والشرق، وبمشاركة زملاء من إيطاليا ومن المشرق، أصدرنا أول كتاب جماعي بالإنجليزي حول الجابري، وبعدها فعلنا نفس الشيء، ودائما يعني هذه مشروعي باللغة الإنجليزية حول طه عبد الرحمن. تماما مع معتز الخطيب. وهذا الكتاب كذلك جد متناول، وقدمناه في عدد من المؤسسات حتى الخارج الجامعة
خارج السياق العربي. أعتقد مرة قلت لي بأنه وائل حلاق الذي كتب عن طه عبد الرحمن بالإنجليزية بأنه قال لك بأنه الفضل لك بأنك عرفته بكتاباتك عن طه. هو هو قصة فيها حيثية. هو طلع على طه عبد الرحمن في فاس أي. في 2006، ولكن بعدين أنا وأحمد عبيدات اوكي كان طالب عند وائل حلاق، ايه كان كذلك، وأنا يعني الاثنين كنا في تواصل مع وائل حلاق. ايوه ووائل حلاق يعني من بداية 2010 تقريبا بدأ يهتم بقراءة طه عبد الرحمن أكثر، صح، ويشير إلى في بداية كتابه عن طه عبد الرحمن ايه Reforming Modernity، ايه يشير إلى الاثنين ايه عبيدات وأنا، أننا لعبنا دورا معينا. ايه وشيء بشيء يذكر، في الحقيقة أول مقال علمي حول طه عبد الرحمن بالإنجليزية هو مقالي، كانت مقالا علميا في مجلة محكمة أورينت مودرن الشرق الأوسط التي تصدر من إيطاليا وتنشرها بريل في حوالي 40 صفحة، وفيها رصد، لأنه حتى الكتابات التي تدرس الفكر العربي المعاصر لم تكن تشير إلى طه عبد الرحمن، لأنه قادم جديد حتى. ومع ذلك منذ التسعينات وطه عبد الرحمن في الساحة العربية، ولكن كان هناك هذا الخصاص، يعني تقديم الوجوه الفكرية البارزة. فمنذ آنذاك يعني أنا، وهذه في الحقيقة طه عبد الرحمن هو خلاصة تلك اللقاءات الأولى من الجامعة بوجدة، أولئك الأساتذة الذين قدموا لنا طه عبد الرحمن مع مفكرين آخرين في بدايات الألفية. بقي طه عبد الرحمن في الخلفية، وحاولنا أن نقرأه في السياق الذي كنا نشتغل فيه، يعني السياق الفكري العربي الإسلامي في الغرب. وكنت أشير إلى هذا المقال، قلت أنه مقال مرجعي وأول مقال بالإنجليزية، وكان هناك مقال آخر في الحقيقة في بوابة لتوصيتي للقراء عامة، وكانت تصلني ولحد الآن تصلني في الحقيقة أحيانا بعد من سياقات مختلفة، من أستراليا، من ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، بعد مؤسسات بحثية شبه صغيرة أحيانا ينشئها مسلمون من إثنيات مختلفة، ليسوا عربا ولكن من آسيا مثلا، مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ويريدون أن يقرأوا لمفكر وفيلسوف عربي أو مسلم يستعمل فيه ما يعكس روحانياتهم، تاريخهم الثقافي وتاريخهم الروحي، وكيف يناقشوا الحالة الحداثية. فلم يكن يجدون في كثير من المفكرين المسلمين ذلك، وانت تعرف يعني للتوجهات المختلفة يعني. ووجدوا في طه عبد الرحمن بعض الأسئلة، أو كثير منها أو قليل منها، هذا يعتمد على الأفراد، ولكن أظن هذه هي من المساهمة الثانية والأولى، يعتمد على الترتيب في قراءة الإسلام في أوروبا من وجهة نظرية فكرية، ومحاولة قراءة الفكر العربي المعاصر وتقديمه من جديد مع مجموعة علمية مختلفة عالمية باللغة الإنجليزية. ونتمنى هذا كان يستوجب تضحيات على المستوى الشخصي والعائلي، ربما لا ندخل في التفاصيل كثيرا، ولكن المؤسسات الجامعية ليست كلها مهتمة بالفكر طبعا ولا الفكر العربي، إنه هناك اهتمام
بالإسلام السياسي خصوصا لاعتبارات جيوستراتيجية إلى آخره. يعني أنت بالفترة اللي كتبت فيها كتابك فكرة الإسلام الأوروبي، كان بأوج في الحقيقة بأوروبا التفكير الأمني والتفكير والمسلمين بأوروبا بحالة دفاعية، عم يدافعوا عن حالهم. وخليني أقول وتجرأت أن تكتب بإظهار بأنه في مشروع فلسفي حواري مع الليبراليين وحتى مع العلمانيين بأوروبا، إن كانت بكتابات بتذكر طارق رمضان ولا طارق توبرو. وفي الحقيقة أنت أول من الناس يلي عرف أكاديميا على طارق توبرو، يلي هو إمام جامع بوردو بفرنسا. وفي الحقيقة لقيت شيء كتير مهم، بأنه شخص خارجي مثل طه عبد الرحمن كيف بيقدم موديل أو بارادايم بيقدر يساعد على فكرة الإسلام الأوروبي مفهوما فلسفيا وليس مفهوما أمنيا أو مفهوما مكرويا. ماكرون دائما كان بيحكي بأنه لازم نعمل إسلام أوروبي، طبعا أنت بعيد عن ذلك. وهذا ربما بنقول لي لفكرة تاني، لسؤال تاني، أنه وين بشغلك شعرت بأنه في جدل، إن كان مع زملائك في المهني يعني بمعنى الباحثين، أو مع المجتمع، يعني فكرة صار فيها نقد مجتمعي، المجتمع صار، وين شعرت بأنه في جدل، وكيف تعاملت مع هالجدل؟ يعني هذا بهمنا نعرف. ننطلق من الكتاب الأول، الإسلام، فكرة الإسلام الأوروبي، إلى حدود يعني ربما 5 سنوات مضت، 7 سنوات مضت، حتى المصطلح لم يكن رائدا، الإسلام الأوروبي، لأنه كانت تخوفات حتى من الباحثين أن يستعملوا المصطلح غير المسلمين، وما بالك بالمسلمين، ربما لأنه كان هناك هذا الخصاص، هذا الربط النظري، وأن الإسلام الأوروبي كذلك لا يعني ما قلته، وأنه إسلام مؤسس على طريقة معينة من طريق توب داون، يعني من أعلى إلى فوق، ولكن هذا الإسلام الأوروبي الذي حاولنا أن ندرسه هو إسلام فكري ينتمي إلى أولاً تأريخ الأفكار، وهو مهم فيما يقوم به أي باحث، وثانياً كما قلت سابقاً يتحدى التوجهات التي ترفض أن يكون هناك إسلام أوروبي فكري، ربما من مثلا توجه المحافظ جدا أو توجه الليبرالي جدا أو الأقوال العلماني جدا، الذي إن استعمل المصطلح فإنما يستعمله لإخوائه من ربما محتواه. فما حاولت أن أقدمه هو أنه هناك يمكن أن تكون هناك قراءة أخرى، إسلام يعني حاضر ومشارك، ليس فقط يتفرج عن المشهد، إسلام يفكر ويتفكر، بمعنى المسلمين يناقشون يشاركون في النقاش الفكري الأوروبي، أي هم مشاركون في السياق الأوروبي الحديث فكريا، وليس ضيوفا عن أوروبا فقط، دائما يدرسوا ولا يتكلمون، يعني سبلتن يعني. فالإسلام الأوروبي بهذا المعنى يتحدث، يتكلم، يتحدى، ويعطي نظرة حول أوروبا نفسها، لأن هؤلاء مسلمون أوروبيون ولهم الحق في أن ينتقدوا أوروبا. أليست الديمقراطية هي أن تشارك في النقاش العام
من أي زاوية تنتمي إليها. فلماذا يسمح للفرنسي من أي توجه أن ينتقد فرنسا، الفكر الفرنسي أو السياسة الخارجية الفرنسية أو الداخلية الفرنسية أو الألمانية كذلك، وعندما يتحدث المسلم ينظر إلى دينه أولا، كأولا ليس لك الحق في أن تتحدث عن التاريخ الفرنسي أو التاريخ الألماني أو القوانين الألمانية، وكأنك دائما أنت عنصر قادم ليس لك الحق. دين أجنبي مثل فمسألة تأريخ للأفكار لهذه الأجيال المسلمة هو هذا، أنه دين أوروبا هي لهم وينتمون إليها. مين انتقدك بقوة مثلا؟ و أظن أنه مثلا باحث في سراييفو ربما أساء قراءة كتابي، و ربما قرأ فصوله الأخيرة والتي أتحدث فيها عن رولز والكومبريهنسيف دوكترينز، فظنني يعني أنني تبنيت قراءة رولزية أو علمانية قاسية أو إن صح التعبير في قراءتي للفكر الإسلامي إلى آخره. لحد الآن لم أجبه، ربما أنتظر إن كان علي أن أعيد النشر يعني بعد 5 سنوات نيو إديشن، أو ربما أرد في 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 مقال معين. هذا هو الرد الأساسي، ربما كانت سوء قراءة. أما القراءات الأخرى فكانت تحاول أن تفهم في الحقيقة ما المراد، يعني هناك ما زال هناك جدل لفهم ما معنى فكرة الإسلام الأوروبي، خاصة أنه أستعمل نظريا منهجيا فيلسوفين ينتميان لحقلين مختلفين، طه الرحمن وجون رولز. فمن لمناقشة كتابي والاطلاع على النموذجين ومعرفة النموذجين ليكون النقاش. محمد حصحاص، طه عبد الرحمن هو فيلسوف جدلي، وأنا لما بستخدم كلمة جدلي مش بمعنى سلبي نهائيا، بمعنى أنا برأيي الباحث الجاد هو باحث جدلي وليس هو الذي يسر الجميع. ربطه بين التصوف والفلسفة، وفي الحقيقة خليني أقول بعض خلينا نقول التناقضات، خلينا ما بنعرف إذا ظاهرية ولا عميقة، بكتبه الكثير. هو يكتب كثيرا، يلي بيمرق بعض المرات يوحي بأنه أوروبا بدون أخلاق مثلا، وهذا إشكالي عند كثير من الناس. طه عبد الرحمن يلي بيوحي لنا وكأنه تزكية النفس كافية لحل مشاكل الأمة العربية والإسلامية. أنت لما تناولت طه عبد الرحمن، وفي الحقيقة كتبت عنه بطروحتك الدكتوراه بكتابك معتز الخطيب بمقالات خاصة، هل تعرضت لسوء فهم بأنه أنت تقريضي لطه عبد الرحمن، بأنك لم تأخذ المسافة الذي الباحث الآمنة خلينا نقول من فكر شخص؟ أولا الاشتغال على فيلسوف معين، في الاشتغال على فيلسوف معين هناك دائما يعني يقع تقارب معين، خاصة إذا كان الإنسان يبحث عن بعض الأجوبة أو فلا أنفي أن هذا التقارب، ولكن في نفس الوقت
لا يعني أن الباحث يتفق مع كل شيء يقوله فيلسوف معين نشتغل معه. فإذا كتبت عن الجابري وطه عبد الرحمن فليس بالضرورة أن أكون أنتمي إلى هذا أو إلى ذاك، ولو أنني أراهما متقاربين من منظوري الخاص. خليني أقول كلمتين. يعني أنا برأيي أهم شيء أنت عملته محمد حصحاص أنه كسرت هالقوالب يلي كتير من الباحثين بيستخدموها، يعني بمعنى حداثي تراثي، يعني أو مثلا صديقنا عبد الإله بلقزيز يلي كيف بيشوف الأمور، فكسرت في الحقيقة، ربطت الأمور، فرجيتنا أنه في روابط غير يلي نحن من بهالقوالب الحداثي التراث الديني اللاديني إلى آخره. نعم، لأنه نظرتي للإنسان هو الإنسان، لا يمكن أن نفصل في الإنسان في بعض الأشياء. طبعا هناك دائما الفضاء الخاص والفضاء العام، ولكن نظرتنا للإنسان عموما هناك أشياء لا يمكن أن نجزئها فيها. أتذكر دائما عند قراءتي لزيارتي الهند قرأت السيرة الذاتية لغاندي، فيقول في الفقرة الأخيرة من هذه السيرة الذاتية My experiment with truth، يعني تجربتي مع الحقيقة، أو يقول من يظن أن الدين مسألة شخصية أو فردية فقط فهو لا يعني يعرف معنى الدين. فلذلك لا أظن أنه هذه التجاذبات لحد الآن طه عبد الرحمن في بعض السياقات حتى في المغرب هناك المناصرين أو هناك المنتقدين الجابريين، يجب أن أظن نخرج من هذه الدوامة، ننتظر أنه ربما فيلسوف فقط معين يخرج العالم العربي والإسلامي من مأزقه أو من مآزقه السوسيو اقتصادية. فلذلك أحاول أولا أن أرى تقاطعات بين هؤلاء. وسؤالك هل إني عملي حول طه عبد الرحمن التقريض أو مراجعات؟ لا، في الحقيقة هناك مقالات مختلفة. أولا نضعه في السياق العام العربي، السياق الفكر العربي العام، وهذا بالخصوص ميزة كتابنا مع معتز الخطيب. نضعه في منذ انفتاح الجامعة الحديثة في العالم العربي في مصر بداية القرن العشرين إلى تقريبا القرن أو الألفية الحادية الثالثة. ولا يمكن أن نفهم طه عبد الرحمن كذلك بدون هذا السياق العام، وكذلك لا يمكن فهم طه عبد الرحمن إذا لم نحاول أن نقرأه مجزأ حسب المراحل. هناك تطور في فكره، هناك لا أقصد هناك قطيعة، ولكن هناك بعض الكتب المعينة التي كانت جد قاسية في نقدها للغرب والحداثة، مثلا روح الدين، روح الدين، وخاصة سؤال روح الحداثة، روح الحداثة، روح الحداثة، سؤال الأخلاق، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي. يعني هذه جاءت في بداية الألفية تقريبا، وكان هناك تصادم سياسي كذلك بين في ما يقع في العالم العربي وغزو العراق وأفغانستان إلى آخر الانتفاضة الثانية. فهناك جانب من الغضب في فكرة طه عبد الرحمن في هذه المرحلة، ولكن طه عبد الرحمن في كتاباته اللاحقة فيه نقد كبير لتيار السلفي المحافظ وحتى المقاصدي الذي يعتبر تقدميا في الفكر الإسلامي المعاصر، فيقدم مصطلحات أو ترتيبات مختلفة لكليات أو للقيم الأخلاقية الإسلامية. يرى أن الأخلاق، الرسالة الإسلامية أخلاقية في كونها يعني غير كافي الضرورات الخمسة المقاصدية. نعم. إذا ما بنعمل شيء الأخلاق ك
مظلة وليس مظلة تماما. جامعة لكل شيء، ايه وينتقد حتى ذلك التقسيم، يقول القيم الروحية هي المحرك للإنسان عامة. الإنسان بدون أخلاق لا يكون أو مستحيل. فأظن في المرحلة الحالية من التاريخ العربي والإسلامي عموما، أظن أن طرحه مهم جدا، ولأقدم قراءة مختلفة صراحة. يمكن أن أقول، وأنت تعرف هذا يعني في دردشتنا خارج التسجيل، أنه طه عبد الرحمن يعلمنا كثيرا من المصطلحات الفكرية، فهو يفردنها بالأساس، الفرد المسؤولية الكبرى في الحفاظ على روحية وأخلاقية الإنسان، طهرانيته ربما نعم، ولكن في نفس الوقت بما أنه ينتقد التفسيرات الإسلام السياسي السني والشيعي إلى آخره، فهو في الحقيقة علمنا بمعنى الفصل بين الدين والسياسي، وليس بمعنى أو التمايز، أي. وليس بمعنى النظرة للعالم، أي. أي. أنه نظرة مادية للعالم. ولذلك أرى قراءتي خاصة لطه عبد الرحمن أنه في شيء من قد يكون مستفزا للقارئ العربي الذي قرأ طه عبد الرحمن، هو أنه ربما يفهم طه عبد الرحمن أحسن في السياق خارج السياق العربي أكثر من السياق العربي. لذلك هناك قراء كثر لطه عبد الرحمن في السياق الغربي أو السياق الإسلامي خارج العالم العربي، لأن التجاذبات السياسية غير موجودة، polarization وديكوتوميز هذه ليست الحديه. لا، وفي الحقيقه كمان بحديث امبارح بيناتنا حكيت فكره انا برايي هامه جدا، بانه طه عبد الرحمن تزكيه النفس هاي صالحه لما يكون في حد ادنى من من انستتيوشنال الرفاه، الليبراليه، الحق، الحقوق الأساسية، الناس مش ميتي جوع، ما في استبداد إلى آخره، صير تزكية النفس فعلا هي بلس بلس. أما لما يعيش الواحد بسياق العربي الكذا بمغرب مثلا، تزكية النفس بالمشرق بنقول ما بتطعم كتير خبز يعني. وهو ما قاله في حوار مع صادق العظم حول طه عبد الرحمن، قال يعني ما الجديد في طه عبد الرحمن في العالم العربي من هذه الناحية، يعني الخطاب الديني أو الحياة الدينية حاضرة، فما هو الموضوع يعني. لذلك فيجب أن ينظر إلى الجانب الفكري في هذه المسألة، خاصة خارج، لكي يفهم جيدا ربما خارج السياق العربي. ربما هذا بينقل لي لسؤال ثاني يا محمد، وهو من هو جمهورك؟ من هو جمهورك الأساسي؟ وهل تبحث عن تعددية الجمهور؟ وأقصد بذلك موضوع المحلي الإقليمي العربي أو الشرق أوسطي والعالمي، وفرجينا كيف هذا بينعكس على كتاباتك، بأي لغة بتكتب وكذا. سؤال مهم صراحة. أولا هو صعب أن يكتب الإنسان بلغتين، لأنه هناك تقاليد أولا علمية مؤسساتية يجب أن تتبع، يجب أن تحفظ، ولكي يفهم المتلقي مثلا. أنا أكتب بالإنجليزية، كل أعمالي العلمية بالإنجليزية، عندي فقط مقالات رأي تبسيطية أو لما كتبت باللغة العربية، تصلني دعوات للكتابة باللغة العربية، كنت أتمنى لو كان الوقت يسمح بذلك، ولكن لا أستطيع، لأن حتى المصطلحات تعودت عليها
الآن بالإنجليزية، والكتابة بالعربية يأخذ وقتا أطول علميا من الكتابة الإنجليزية. هذا أولا. وثانيا هو ما قلته، أنه أحاول أن أكون حاضرا، يعني لأنه أكتب عن الفكر العربي والإسلامي، ويهمني ما يجري في الساحة الفكرية العربية الإسلامية، فأنت مطالب علميا أن تكون في حوار مع المفكرين والأكاديميين في العالم العربي. فلذلك أحاول أن أكون حاضرا بشكل من الأشكال، إما ندوات ولو أقل باللغة العربية، وليس سهلا يعني أن تحاول أن تكون حاضرا على الجبهتين. يعني هل مشكلة الترجمة مشكلة مالية مثلا؟ بالأساس نعم، يعني لا يمكن أن تترجم أنت أعمالك، يعني هذا عمل إضافي لا يمكن أن تقوم به أنت، فيجب أن تقوم أن يقوم به مؤسسة معينة أو أفراد متخصصين في هذا. يعني طيب، بتهتم بمقابلات؟ في الحقيقة بدي أسألك سؤالين ثلاثة على علاقة، كيف بتتأكد بأنه أبحاثك تصل بتأثر على الجمهور؟ يعني ما في شيء اسمه تنقيط من المجلات الأكاديمية للمجتمع، بدنا نعترف بذلك، وبالتالي لازم نحن نشتغل ننوع أدوات النشر والكذا أو المقابلة أو التعامل مع الإعلام الاجتماعي أو حتى التلفزيون الراديو. فيك تحكي لنا عن هذا الموضوع؟ نعم، فيما يخص الشق الأول من بحثي، الإسلام، الفكر الإسلامي في أوروبا أو الأوروبي، زيادة على حضور الجامعي، هناك دعوات مشاركات في مؤسسات إما بحثية أو شبه بحثية من قبل المسلمين وغير المسلمين، يدعونني للحديث عن الكتاب وعن الموضوع عموما في مختلف الدول في أوروبا الغربية. وبعض المقابلات الحوارية حتى في بوسنة والهرسك مثلا، يحضرون المثال، ومراجعة بالفارسية، كنت ربما ذكرت ذلك. أما في الفكر العربي، موضوع الإسلام في أوروبا في الحقيقة في العالم العربي غير مدروس، هناك بعض الإصدارات قليلة وطلعت على بعضها غير ملمة بأهم الكتب في الموضوع، وهذا خصص كبير. يعني لذلك أنا سعيد أن هناك شبكة من باحث مغربي مقيم ببلجيكا الآن، ليس وحده، ولكن يحاول أن ينظم ندوات باللغة العربية حول الموضوع بين المغرب وبلجيكا، والآن في محاولة إصدار مجلة باللغة العربية من بروكسل، وهي مرقمنة أو عظيم في بروكسل، وهو يقوم بمجهود خاص رهيب. يعني لو أنا لاحظت هالسوء الفهم من خلال مثلا مقالة أو مقالتين عملها معتز الخطيب ضد شيء اسمه فقه أوروبي، وبأنه ما لازم نحن نبحث عن فقه أوروبي، الفقه فقه، ولكن الفقه قادر على أن يستوعب السياق، يعني ما بده يعطي أي خصوصية، الخوف من الخصوصية. في الحقيقة أنت بشكل، أنا فهمي لكتابك بأنه تتحدى هاي الفكرة، وبأنه لا، في خصوصية، والباحثين كيف تطوروا لأنه فيها الخصوصية. طارق رمضان الشاب غير طارق رمضان الناضج، الشاب خطابه كتير جماعاتي إلى آخره، ينطلق
ليطلب من المسلمين ليس فقط الاندماج ولكن الاندماج الإيجابي، بمعنى أن يمدوا يدهم للمجتمع، أن يكونوا فعالين. وبيشوف يعني صحيح صحيح. أولا الإسلام الأوروبي الذي أحاول أن أشتغل عليه هو متعدد، يعني ولو أنه يبدو كيف اسم كطيار واحد، ولكن هو طيارات وإسلامات. والجانب التشريعي أو الفقه هو واحد من هذه الطيارات أو التي حاولت أن أشتغل عليها. حتى عبد النوبيدار مثلا لم يكن قدمته للقارئ الإنجليزي والعربي، يعني والعربي. أنا لم أكن أعرفه، لا قدمته لاثنين أعطي مثال. كنت في ندوة، الشاب الوحيد آنذاك 2018 بعمان، وكان فيها حضر فيها كبار الفلاسفة العرب آنذاك، وكانت من مداخلتي نصفها حول الإسلام في أوروبا والفكر الإسلامي في أوروبا. لم يعر أي اهتمام لهذا الجانب من محادثتي، وكأن الفكر الإسلامي في أوروبا يعني ماذا سيضيف أو ماذا يمكن أن يكون جديد في هذا. فهذا يعكس الحالة العامة، أنه ربما ليس هناك جديد. ولكن كمؤرخين الأفكار يجب على الساحة الثقافية العربية أن تعرف، لذلك أتمنى أن نجد طرق أخرى يعني المساهمة في يعني أنا في هذا الموضوع، يعني مشاركات أهم كتبه وطياراته إلى آخره. يعني تأكيد لكلامك، خلينا نعتبر أهمية الأندلس كمكان للقاء ابن رشد، كان يحضر ابن ميمون اليهودي وجماعة أوغستين، وبالتالي صار في تلاقح فكري هام جدا، وأنتج اتجاهات إسلامية مهمة، إن كان من ابن عربي المتصوف لا ابن رشد خلينا نقول العقلاني إلى آخره. يعني في كان مختبر، خلينا نقول لا إنتاج أفكار رائدة به. وربما يكون اليوم أوروبا حظ للمسلمين بتجاوز ذلك. يعني بالضبط، يعني من بين القراءات انه هناك بعض المسلمين في بريطانيا من اصول اسيويه، منهم سردار ومنهم لا اذكر الاسماء، طارق علي، كتبوا عن تاريخ الاندلس من الناحيه الفكريه ومن الناحيه التاريخيه ومن الناحيه التاريخيه الادبيه، يعني كيف يعاد تشكيل التفكير في اوروبا الحاليه وبادماج تاريخ الاسلامي الاندلسي في تاريخ اوروبا الحديث، وان الاسلام والفكر الإسلامي ليس حديثا على أوروبا. حتى بعض الدارسين الأوروبيين المهتمين بالإسلام بالفكر الإسلامي عموما والإسلام والغرب يركزون على هذا. هناك الآن مشروع ضخم حول القرآن الأوروبي منذ القرن 17 أو القرن 18، كيف أقرأ في أهم الكتب الفكرية والأدبية الأوروبية، والكتاب الذي طبع لأول مرة في البندقية في بإيطاليا. فكل هذه القراءة من بين مواضيع التي تدخل في هذه قراءة الإسلام والمسلمين في أوروبا، زيارة وقراءة المتاحف الأوروبية وكيف تصور الحضور الإسلامي. فهناك حركة وهناك مناهج جديدة من مختلف تخصصات
تحاول أن تساهم في هذا المجال الجديد يعني وليس التشريع أو الفقه وحده هو الذي يطغى طبعا، ولكن هناك قراءات مختلفة من زوايا مساهمة أخرى. علاقتك مع الإعلام، أنت بتطلع بالتلفزيون، بطلعوك بنشرة إخبارية تحكي عن الإسلام، أتجنب ذلك. لماذا تتجنب ذلك؟ أولا لأنه إذا لم يكن الحوار هادئا وأستطيع أن أتحدث وأقول وأوضح أتجنب، يعني أن تكون في نشرة أخبار سريعة أو في حوار يعني بيعطوك دقيقتين وربع ويقصوها كما يريدون فأتجنب. عندي أخ في يشتغل في الإعلام كان يدعوني ويعني يقول لي نريد أن ندعوك هنا، وعندي أصدقاء مهتمين يعني ندعوك، قلت لا، نجري محاورات مكتوبة أو مستقبلاً ربما مستقبلاً قد نصل إلى ذلك، ولكن أتجنب حالياً. علاقتك يكون هذا عيباً ولكن هذا اختيار. بدي بس علق على إنه بيقصوا مثل ما بدهم. أنا لما كنت في فلسطين كنت أعمل مقابلات كثيرة عن لأني كنت في خضم الانتفاضة الثانية، فكنت أعرف بأنه بقصوا على مرأهم، فكان في كلمات مفتاحية مثل الاستعمار الاستيطاني أحطها في كل جملة، فلا يستطيعوا أن يقصوا أي جانب بدون ما تطلع هذه الكلمة. فبس يعني في الحقيقة أخذتني وقت طويل لحتى أتمرن لذلك. فيعني أدعوك لأنه لاحقا أم حاليا أم لاحقا أنا برأيي مهم للباحث أن ينشر فكره للجمهور مباشرة بدون ما الصحفي يأخذ ما يريد وينشره. علاقتك مع السوشيال ميديا، أنت على تويتر، أنت على لا، لم أريد أن أعدد المخارج. فعندي حضور على الفيسبوك وعلى موقعي الخاص. فهذه زاويتين للاطلاع ولا على العالم الخارجي. أنت عضو ب شو عضويات يلي عندك إياها بجمعيات؟ هل هي أوروبية فقط؟ تحاول تكون عندك حضور؟ اهتميت بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية مثلا؟ لحد الآن لا، عندي اهتمام، ولكن كنت ذكرت مسألة اللغة سابقا، يعني إذا ما التزمت بمجلس يستعمل اللغة العربية فيجب أن أكون مشاركا، يعني لا أريد أن يكون اسمي حاضرا ولكن بدون مشاركات. فأتمنى أن يسمح الوقت في لاحق من السنوات لأكون حاضرا فعلا وليس فقط ربما اسما، ولكن حاليا باللغة الإنجليزية، هذه اشتغالي باللغة الإنجليزية وتدريجيا باللغة الإيطالية تدريجيا، ولكن الإنجليزية هي لغتي العلمية الأولى. في الحقيقة أنت موجود بإيطاليا، هل كتبت بالإيطالي؟ لا. هذا من ربما من حسنات في الأمور، أنه لو أن تكويني بدأ في إيطاليا وبدأت أكتب بالإيطالية ربما لبقيت استعمل اللغة الإيطالية فقط. أيوة. فمن جانب الإيجابي أنني بقيت متثبتا باستعمال اللغة الإنجليزية. أيوة. ولكن خلال السنتين الأخيرتين بدأت أدرس كذلك بالإيطالي. وما هذا معناه أنه مستقبلا لازم أشارك حتى كتابة ولو تبسيطيا أو بشكل مبسط باللغة الإيطالية. كما قلت أولا يعني في البداية أحيانا تحتاج في بدايات المسار المهني أن ترسم مسارا أولا بلغة ربما رسمية، ومع مرور السنوات توسع المجال.
خليني أسأل سؤال أخير، بهمني كتير علاقة البحث العلمي بالأخلاق. أنا برأيي أنت بسبب اشتغالك على طه عبد الرحمن يلي هو موضوع هام جدا عنده، موضوع الأخلاق، ربما عندك تفكر في هذا الموضوع. في كثير ناس بيشكوا بعدم ربط البحث بقضايا الأخلاقيات، يعني الإيثيكا يلي بتسموها أنتم بالمغرب. وربما واحد من الأسئلة، ولكن أنت حر أن تختار سؤال شيء ثاني، لأي درجة نحن عندنا أماني لدى إلى الجمهور أن نقول لهم بأنه بعض معارفنا هي مستقرة ومعارف أخرى هي غير يقينية، وبالتالي لازم تؤخذ مع with a grain of salt بالإنجليزي، ما بعرف كيف ترجموها بالعربي، حبة ملح أو رشة ملح. ما رشة ملح. ما تعليقك على ذلك؟ كيف يمكن أن نجيب عن هذا السؤال؟ اليقينيات تبقى في الأخير مسائل شخصية، ولكن عندما نشتغل بعالم الفكر خاصة النظري، ربما حتى في العلوم الاجتماعية السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، لك واسع النظر أن تؤول ما تصل إليه من المعطيات، صحيح؟ فنفس الشيء في تاريخ الأفكار أو النظري، أحيانا ربما في كثير من الأحيان تكون ما يصل إليه مفكر أو باحث يعكس نظرته الخاصة، فيكون ولكن هذا لا يعني أن ما يقوم به غير أخلاقي أو هناك تأويل مغرض، لا، يكون فعلا ما يصل إليه يعكس كثيرا مما يروج بداخله فكريا وربما روحيا أو الاثنين. ومع ذلك فالبحث العلمي يجب أن يعلم التواضع الإبستيمولوجي، حتى وكن كان الفرد مؤمنا بأي فكرة أو روحية دينية أو سياسية، في المجال العلمي هذه شرط أخلاقي، يعني بدونها ما يقوم به الفرد إيديولوجيا بروباغندا. لذلك هناك عمل، وأنتهز الفرصة، لم يكن شيء من هذا مبرمجا، يعني في أن كتابك الأخير أليس الصبح بقريب وترجم مهم جدا في السياق العربي، تجاوز القطيعة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية، العلوم الاجتماعية في الدراسات الدينية، وأنه لا يمكن أن تخوف هذه العلوم المدارس التقليدية العتيقة في العالم العربي والإسلامي، بالعكس هذه تقوي الملكات الفكرية والذهنية للباحث أولا، لأن هذه المدارس يجب أن تكون مدارس بحثية زيادة على أن تكون دينية، أي تتابع تقليدا روحيا دينيا معينا، ولها الحق في ذلك كما لباقي الديانات عندها مدارس خاصة وجامعات تقوم بذلك. أظن أنه عدد من المؤسسات في العالم العربي ومؤسسات التي ينشط فيها أو يبنيها مسلمون في أوروبا الغربية وصلوا إلى هذا النضج المعرفي، أنه هناك للاجتماعيات للإنسانيات ليس دور، يعني الآن عصب البحث العلمي.
وبدونها لا يمكن تفسير الظواهر الاجتماعية والنقاشات الفكرية في المجتمع وفهمها إلى آخره. فلا أظن، لا أعرف إن كنت قد أجبت أو لا. لا، في الحقيقة أجبت على هذا السؤال وبسرني ذلك، وبدي أشكرك كثير محمد حصحاص إنه قضينا هالصباح الجميل معك، وشكرا للمستمعين، ونتمنى أن نكون معا في حلقة أخرى من البودكاست حول علاقة البحث العلمي بالمجتمع. كنتم معنا، أنا ساري حنفي. شكرا جزيلا دكتور. أهلا وسهلا. سلام.